صانع العسل الذي يطير لآلاف السنين بين الأزهار أضحى اليوم نوعاً من أنواع السمك. ما القصة؟ محكمة أمريكية في كاليفورنيا قررت تصنيف النحل قانونياً على أنه نوع من السمك، وهذا الحكم الغريب جاء بعد أن رفعت مجموعات زراعية دعوى قضائية على مسؤولي الحياة البرية لمحاولتهم إدراج أربعة أنواع من النحل الطنان في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، لينقض قضاة الاستئناف ويقررون إدراج النحل المهدد بالانقراض ضمن فئة CESA للأسماك، حيث اعتبرت أن تعريف الأسماك يشمل اللافقاريات، وهكذا يمكن لهذا التعريف أن يستبعد الأنواع المهددة الأخرى مثل الحشرات، قرار يراه آخرون غبياً جداً، عدا أن هذا لا يمنع النحل من الانقراض أساساً.